عاد تطلع على عيون الكيوت تراك كريه جد ولع وينك قبل وينك قبل وينك قبل ولع شوف الجار رجع يا ولاد مويه انا ركز دماغ وانا سعود وانا حسام انا نوام لا يفوتك مقطعنا اليوم غير تابعوا قناتنا ايمين جو اليوم تيم انكم مجتمعين متحمسين كثير مع حسام وسعود. اليوم يا جماعة الخير قررنا نسوي تجربة جديدة مرة. اليوم راح نطلع كشتة، بس الكشتة وين؟ ما ندري. طبعا اول مرة تصير صراحة، راح نكشت بالسيارة وراح ننام بالسيارة وراح نتابع فيلم بالسيارة، يعني العربي بيحللون السيارة بنحلل السيارة. يا سلام. طيب تقولون ليش؟ لأننا كل ما نروح بر حظنا نحس، يا تحب الدباب يا بنشر علينا كفر يجينا مدري وش نغرز. كلنا بنخليها بالسيارة، بنشوف بنشوي بنجلس اليوم كامل وبننام بنضبط وضعنا اليوم كله إن شاء الله في السيارة بإذن الله في صندوق السيارة. قبل كل شيء نبغى نوصل كم 200,000 لايك تكفون نقدر إن شاء الله. طبعا يا شباب لا احد يقدم المقطع ولا شيء، نفس ما قلت لكم اول ان في لقطات مهمه بالمقطع لا احد يقدم شفوه. ويقول المقطع ناقص المقطع ما فهمنا، يعني لا تقدم المقطع لانه ممتع صراحه وفي اشياء مره حلوه. غير كذا اتمنى اللي ما اشترك ينزل تحت تتاكد انت مشترك معنا ولا لا، وتضغط جرس التنبيهات عشان اول ما ننزل حلقه تكون انت متابعنا باذن الله. ونحب المتفاعلين ترى مره كثير صح. فنشوفكم ترى والله نشوف التعليقات ونشوف كل شيء. يلا بسم الله يلا فلقنا اليوم فلق خرافي بيكون طبعا مو بهنا بالصندوق في شيء مهم طبعا ما حد يدري عنه. الحمد لله على سلامه يده. الحمد لله شباب فكيت خلاص كملت 3 أسابيع وخلاص انجبرت وما تشوف شر ان شاء الله. وانت انجبرت عكس امس بغي يجيب لنا انجبرت عكس هي في احد يطبخ الحين والله كل الحمار اللي جنبي الله يستر يجيبوا لنا طعه. جابوا لنا اول في البر في بيجيبوا لنا بالسياره ما ندري ما حلوه. طبعا وصلنا وشوفوا هنا بنجلس مكان صاد مين موجود السعود. يلا بس لا ترى ما ترضيني المعلومين. الا ترضيك دباغات ما فيه ابي دباب. اهلك ايش قالوا؟ معليش انا ما ارضى الا بالدباب. رضيت ولا ما رضيت؟ طق راسك بالجدار متأكد. وترندين الأول تذلنا بالترندين؟ إيه؟ هذا الترند أنا بوصل الأول أتحدى. إذا وصل الأول طلعت البر علي والله. يقول إذا وصل ترند المقطع طلعت البر علي خلاص. شوفوا تسلا موتر أريسس مدري ريسس ذاك. شوفوا المقطع كامل بالله عشان نكسر عينه لا حد يقدم عشان نوصل ترند بالله. شوفوا يو ايش جايبين؟ يا ويلنا من مراكان يا ويلنا جايبين البيت كله الأثاث كله. ايش باقي؟ ثلاجة والله جبنا ثلاجة صغيرة. جبنا ثلج. يا أخي والله يزين وظيفة المصور. بس يمسك الكاميرا ويرتاح. أبا أنا مصور مساعدك. إيه هذا مساعدي. خلاص أنا وسعود مساعدي متكي هناك. يلا تعال. متكي هناك ونسحب عليهم. سريع يا عيال بالله تأخرنا. ركان بسرعة بالله. تعال ذا يقول ظهره ما ظهره. مصورين إحنا. يصرف يكذب. دقيقة خبص استريح كذا. فهمت؟ الباب اللي يجي منه الريح سدة والسروح. هلا بالتكية الحلوة. هذه التكية اللي ما تكفي 5 ما تكفي 2 تكفي ان شاء الله ما عليك. هي حبة اكل اكل عنب ما تكفينا. انت حسام بالذات اجلس بالطاولة جايبينك طاولة. لا وش رايكم وش رايكم بجلس ورا في القزازة؟ والله لا كذا يبغى يصرف نفسك لحالك. حلو حبيبي يا سعود عاد تطلع على عيون الكيوت تراك كريه. صورنا نواف صورنا. اصبر يا سعد اصبر قم ركان دور واحد صوركم. كتفك يا ماما كتفك يا حبيبي كتفك يا عسولي. شباب تكفون بوجهي تكفون لا تحطوا دسلاق الله يرحمه. تكفى يا اموري. سنة عمره سنة. جب بالله تكفى احس معاك. على وجهك ما لي خلق عشان اوطي والله وتوطيها غصب عليك. جيبها انت يا حبيبي وش نشتغل عندك تعال احنا تعال. والله ما اجيبها يلا ما لي خلق اوطيها. لا احد يجيبها يا عيال جيبها يا سعود سمع الوطاء. لا ترمي تعال اثنين ركان يعني فله يعني ما تجيبها
يلا طبعا يلا. الحين ما شاء الله قاعدين يضبطون الشباب جايبين ذره. شوفوا شوفوا الله 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 ذره 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 بالمشوي يحبها قلبك. يا سلام يا سلام. تكفين تفشليني. ما في ذا شكله ما في اخ شيء بيطلع لك مقلب. اخ بس شوي قله يا حسابة فلوسي. انت حمار تشتري كذا بعد. شوفوا ما كلها كلها ما كلها ايه لسه كلها كذا تويه. لا اوف فلوسي راحت. هاي مزبوطه. ليش الصفره الصفره جايه بخضره الخضره ما مو مستويه. والله والله مشكله. ما هذا اهم شيء دائما لازم اغراضنا تكون ناقصه. قاعد ننظر حساب اليوم حساب الماضي. والله ما يشبه لي. الله يشبهك. حط اللقطة هنا ولا ذاك ابراهيم. نواف طبعا ما لحق عليه ترى. والله اني لحق عليه. والله ما لحقت عليها. ما كنت في لقطة اقول لك اياها. يم يطب المسبح واسرائيل يضيع. هذه ما فيها المسبح. استانس الله يحفظه. عسون. ولعت ذا وجا حسام. والله ما ولعت ولا شيء طفت. دق كذاب. لا هو عشان تقول له بس طير بر. عشان تقول له طير بر. دجاجة بر. أنا دجاجة بر. بس خلني أولع. لا يولع بس طول. طول يا جماعة. فحم كبير مرة يعني ما أدري عشان كذا بتوقع مخلص بكرة الصبح في ولع. كفو كفو يا شباب كفو. خلاص بعتز كمل هو تولى يلا ولع ولع بس إن شاء الله عاد متى عاد يرمت. يا بيطول بيطول. وريهم حاجة المتابعين. يلا طبعا امزح حسام اللي يولع. لا تنظر يا حسام قايد مالك قايد. لا ولع وش ذا وش ذا الكباب. الله لك والله سمدينك سمدينك يا استاذ. والله صح عليك. يلا وصال. واو سمدينك يا خاله. نعم حسام ولا خالتي اللي جاي امك. لا هذا الرجال بعد والله انت جاي المعرض. اي والله امي بس امي ما تقدر والله. استانس مع امي. اي والله مره جايه ان شاء الله بعلمك حاجه. لا طلع حسام مفتون في اللايكات على فكره. صدقوني يعني عادي ينزل لكم 6 مقاطع 7 مقاطع بالتيك توك بحساباته كل شيء ينزل كل شيء. ف يعني لا 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 اللايك يحفز ترى. والله ما يعطيني ريال لايك ولا ريالين بس يشجعني يا اخي انبسط اشوف لايكات. اروح عند اهلي اقول شوفوا كم وصلنا 200,000 لايك. والله لايك وين لايك عز. وانت نواف وش اللايك انا يهمني اللايك والله. وش يعني لك نواف اللايك؟ انت اللايك ولا المشتركين؟ لا ولا واحد ولا واحد. لا اللايك ولا المشتركين. انا يعجبني الكلام اللي يجي الحلو. الله وانت حسام اللايك. كل شيء يعجبني كلام حلو لايكات اشتراكات. والله العظيم انبسط لما اروح الشال حديقة يقول حسام استمر يا حسام احنا نتابعك. اقسم بالله ارجع البيت مبسوط. والله صدق تجيني طاقة. والله تجيني طاقة. والله امس رايحين يجون يقولون كلام حلو انا استانس. يقولون ركان والله العظيم اني احبك مرة يعني استانس. مو بجاية لي بس برضو ركان معنا بالقناة. أنا كلنا مع بعض صدق أننا محسودين يعني كثير ناس تحبنا قسما بالله يحفزوننا يعني الحمد لله مستمرين والله يعني والله العظيم أنا أسمي المتابعين أنتم أهلنا يعني سبحان الله. شوف كم لنا 6 سنوات وأنتم معنا وتشجعوننا. أمس جونا ناس كثيرين قالوا إحنا نتابعكم 5 سنوات إحنا ولا أقول لكم أنت حسام تذكر هذيك يوم قالت في واحدة قالت الحسام أرسلت قالت يا الله كنت أتابعكم أول وحين أختي يعني تحس إن إحنا إيش جيل قديم. اي والله فالى الحين مستمرين الحمد لله يعني للصغار والكبار. بقول لكم شيء امس قابلت واحده تمام ايه؟ قالت لي تدري اني اتابعك عمري 14 كان حسام مع القرد هذا اخر مقطع. اوه شوف زعتور موجود زعتور كم الحين 15 سنه اهلا والله اكبر من سعود خالي. خالي روين بعلمكم حاجه كلنا تغيرت اشكالنا الا واحد في القناه ما تغير شكله. منو؟ واحد الله يستر عليه سعود. وشو؟ واحد كلنا تغيرت اشكالنا بالقناه الا واحد. إيه والله اني انا ما تغيرت. انت ما ابدا ما تغيرت ابدا بس شوفوا سعود عطوه سنتين كذا بيتغير يطلع لي شنب كذا دقم. ناظر ها بتكلم ها تفضل. طبعا والله يا شباب ما يمنع كل واحد يشيل اغراضه ويروح. والله ما يصير ترى هذا لنا هذا لنا احنا مكاننا هذا يعني احنا بنجلس بنستانس فيه غيرك بيجلس. والله صدق احنا اليوم بننظف كل شيء نقدر عليه بننظف حقنا وحق غيرنا. فاللي يجي يا شباب يشيل عفشه وبكيس كيس اسود احنا جايبين معنا كيس اسود بالسياره فهذا شيء لنا يعني احنا يعني بيئتنا فلازم نحافظ عليها. والله العظيم جد اتكلم جد فكل واحد يا شباب شوفوا والله شيء ضيق الصدر. شوفوا
يصير والله صحيح. ناظر الحوسه. وين البيضه؟ خل ولع هنا بعد. غبي انت. مولع يا حمار بالزياده. لا لا خلاص خلاص الحين بينجمر. مع اسمعوا كلامي. تولع اسرع. كل ما ولعت شيء ولع كل شيء. ولع. وينك قبل؟ وينك قبل؟ ناظر ولع. شوف رجع 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 يا ولعت. مخ والله ما ولعت شيء. والله انا مولع يسار مولع يسار الغبي. كف ابو النف ابو النف ابو النف يمزح. دقيقة خليني اتكلم خليني اتكلم. هذا تبي اندومي؟ خلاص صراحة ضحكنا هذه شوف هذيك المقطع الأول ضحكنا والآن المقطع هذا بنضحك يلا خلاص تبون اندومي جوعان تبي اندومي؟ شوف خلنا نحط اندومي بمشوي الله منك شفت هذا الثنائي حقي يقولون دائما ليش تحب سعود انت؟ اي احبه الثنائي حقي بتحديات احبه والله سعود حبيبي دائما معي في تحديات وكل شيء قالت امي وين بتروح؟ قلت والله بنروح بر قالت من معكم؟ قلت المرة أكيد سعود يعني وفمرة قلت له أنا واف قالت أوه الله يستر قالت خلاص خلاص اكتب وصيتك غريب نواف بس شوف 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 وش خلاص ذلتوني لا أكسر يدكم كلكم الحين ما سويت شيء أنا حسيتوني طاع ذبحته لا سحبت أنا بلعب مع أخوي قاعد ليش ما ربطت الحبل؟ أول ما طاح سعود فيك سعود فيك أنا زاق معي وكذا سعود يده مكسور حسام هو الوحيد اللي ما مصور على سعود شوف يده في يد سعود قل والله العظيم بنزل والله ما ينزل والله بنزل يا اخي لازم عشان طيب شو تقلب على يد طيب امزح انا امزح 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 انا حجر انا حجر والله بحجر سعود تخرح مش خرح نطلب ابو برمش تعال 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 لا يا اخي والله نسيت العشره نسيت العشره خلاص اعطي القطاع وقت لا 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 والله لا اعطي القطاع وقت خلاص اتوقع نحط الكباب الحين نبدا ولا شويه يا شباب ليش ما نلف هذه ليش ما نلفها جوي اجيب الكباب ركن لا لا خله هنا بعيد عنه عشان ريحه يا اخي بالعكس هارد الريحة يا اخي ازين شيء مو ماكله انت كل شيء ترى تاكله الله 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 احس كذا اشتهيت جاج هذا كبد مو كان نخليها ذي عشان نقلبها هذه لا ما تخلى كان اقلب 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 بيدك لا قلبتها دي انا هذه قلبتها مويه 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 سريع 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 اوه هذا يلحق كفو يا عيال كفو يا عيال بس اقلب الركن اوه احترق مره بالله يا متابعين اكتبوا في التعليق شحيناكم ولا لا شكل محل المتابعين بيشوفون بالسطح والله بزبط لكم كل شيء والله بيعجبكم صدقوني نعتبر ترى اخر طلعات طبخك مره ماشي هذه المره هذا الحين السيخ على ركن الباقي عاد هذا خلاص ترى اخر لفه لي طيب ركن نبغى صحن شيء خبز حطه بصحن صحن جيب شوف هذا شوف جايبين أنا حطيه هنا حطه خلاص هذه لفها آخر شيء آخر لفة لا لا تو تو وهذه خلصت طبعا هذه آخر دجاجة نواف خلها ها ما بعد هذه خلصت بس لو غطى جيب فوق الخبز رك كيف طالعني اوف 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 طبعا الان الحمد لله شوف احنا قبله بالعواد مشكلة ما جبنا ملقاط ملقاط لكن راح تيب غط غط غطها في سعود هذه وش كلها وصال صح؟ ايه يعطيك العافية يعطيك العافية يا نواف الله يعافيك والله صقر الطلعة الله يعطيكم العافية والله ما شاء الله والله قول وفعل مو كلام خلاص وش بقى؟ ما شاء الله كل شيء سويناه ما شاء الله ما شاء الله اطلبها نواف الله لا يهينك والله صدق انك وحش حبيبي
بسم الله والحمد لله. خلص الآن أكلنا. سعود ترى مو كباب، مو بلحم. بالعافية يا عيال، ركان واضح الجوع. الجوع شوفوا شوفوا شكله بالله. الجوع كافر. بالعافية بالعافية أظن طباخنا. يلا بدي أعزز البعض. أبو حسام هو مية سعود يا حبيبي. الله يسلمك. أنا قاعد أشرب. طبعا يا جماعه الخير، الحين الدفعه الثانيه اللي هي الذره. اول شيء خلونا نقيم كذا. جب جب ايوه كذا، عطنا رايك اول شيء يا سعود تفضل. والله العظيم ان طلعت جبار. كيف الشوي؟ شوي شوي الشوي صراحه اشكر امك يا نواف. نواف رايك؟ انا والله عجبني. حسام رايك؟ اشكر مين؟ امك. وانا انت هين، انت ما قصرت، ما غير تعزز وتصور. احلى طلعه في التاريخ مع نواف وسعود وراكان. يا حبي الله الله لا يفرقنا يا رب. قولوا امين. اللهم امين. كيف الشوي حسام؟ والله شكرا. ولا غلطه. شكرا نواف، شكرا ركان، شكرا سعود، والله ولا غلطه. كيف الشوي ركان؟ والله رهيب جدا جدا. الان وقت الحين وش اسمها ذره ذره ذره. وين ملح؟ ذره. والله كفو يا عيال، صبر عنك. لا 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 محتاج. لا 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 والله معليش يا عيال، هذا ليش انبك؟ هذا ليش انبك؟ هو جحفلنا. هو جحفلنا والله اني حاس لازم مشكلة. والله اني انصدمت مقطعنا سبحان الله كله جميل تو قاعدين نتكلم. خلاص عادي. والله صادق ركع لازم جريح. يا ربي الحين يجي حسام يا رب. يا الله مرضي يدير. حلمكم حلم. لا بس بس طبعا الحين قاعدين نشيل الاغراض. كفو كفو يا سعود. وراك انت شعر كذا كانك قاعد يطقطق على سعود. صار زي ايه صرت زيه. وكذا وصلنا لنهايه المقطع. ان شاء الله نال اعجابكم يا جماعه الخير. فلوك خفيف لطيف، ان شاء الله انكم استمتعتوا. اكيد انا الحين صحصح مره من الكباب. ايوه سعود. وانا صراحه عجبني مره بس كان بخاطري الضم. حسيتكم معنا استمتعت جدا والله. ليتكم معنا والله جد متعه متعه الحمد لله. يعني ما في اي غلط صار في هذه الطلعه، استمتعنا كثير جدا جدا. شكرا لكم على دعمكم المقاطع اللي قبل، ما قصرتوا. وان شاء الله هذا المقطع احنا متفائلين بنوصل ترند. بس تكمل لايكات واشتركوا عشان نشر المقطع بكل مكان عشان نوصل. خلينا نكسر الرقم القياسي. اربع مقاطع كلها اول. وانت ثاني وانت ثالث. طبعا اليوم انا كسرت، اخذت موسى الجنيس. أيوه. اللي هو اكثر انسان يحترق. لا شوف انا احترقت ذي وهنا ووين بعد هنا في سروالك بعد وهنا معليش طفت البطارية. طبعا نفس ما قلت لكم انا اكثر واحد احترق. استمتعتوا؟ اهم شيء انه ما صدق ما صار لنا شيء، احنا الحمد لله يعني وضع سليم. بس نواف اللي احترق فده. نواف عادي الحين كم علاج وخلاص ان شاء الله يروح. شكرا لكم، ان شاء الله انكم استمتعتوا كثير معنا. فهذه تجربة خفيفة لطيفة، قلنا نجرب طلعة بالسيارة، استمتعنا كثير وراح نكرر ان شاء الله التجارب اقوى واقوى باذن الله. شكرا لكم، نحط لكم تاجين هنا ما قصروا في الانستغرام. اذا ودك تشارك صور الشاشة حط لنا تاج وراح نحط لكم حساباتنا موجودة في الديسكربشن فاضفونا. شكرا لكم، نراكم حلقة قادمة. كان معكم ركان سليمان و سعود سليمان. نو سليمان وتحية مع السلامة. ايوه حسام.